دكتور، ودنا نعرف تفاصيل الحكاية، يعني بداية تعاونك مع الجهات الطبية في فرنسا بخصوص مواجهة كورونا، كيف توصف لنا الحكاية وتشرحها؟ طبعا لو تسمح لي اخذ كثير من اقدم بشكر في مقام خادم الحرمين ولي عهد الامين. اولا لاتاحه الفرصه لي ولزملائي للتدرب في بلد متقدم وفي مراكز تدريب متقدم. بالنسبه لنا نحن الاطباء المبتعثين في فرنسا، في الحقيقه ومنذ بدايه الازمه نحن جلسنا هنا، وجلوسنا في فرنسا هي ليست الحقيقه مبادره بقدر انها امتداد لمسؤولياتنا الطبية، لنقوم طبعا بما يجب علينا من العناية بالمرضى المصابين بهذا الوباء، وكذلك نقدم ما يمكن تقديمه في المستشفيات التي نعمل بها في هذه المرحلة الحرجة التي تواجه فرنسا والعالم بشكل عام. في هذه اللحظة نظرا لاتساع الأزمة في فرنسا وكثرة المصابين بهذا الوباء، طبعا قامت الحكومة الفرنسية باستدعاء العديد حتى من الأطباء المتقاعدين وكذلك من طلبة كليات الطب. فوجدنا نحن الأطباء السعوديين المبتعثين لمواجبنا وما تقتضيه أخلاقيات المهنة الوقوف مع زملائنا وأساتذتنا الأطباء الفرنسيين جنبا إلى جنب طبعا في هذه المهنة. فلا شك أن القرار هذا إن صح التعبير جاء من مهنتنا الإنسانية ووفاء للبلد الذي أتاح لنا الفرصة للدراسة فيه والاستفادة من خبراته المتقدمة في شتى التخصصات ولنعود به لمنفعة وطننا. وهذا العمل مني ومن زملائي كذلك في سواء في فرنسا أو في جميع الدول الأخرى ما هو بالفعل إلا ترجمة فعلية لإنسانية قيادتنا الحكيمة التي لا تتوانى في مد المساعدة والعون القاطي والدائم دائما من يكون. جميل. الوضع عندكم في فرنسا كيف تصفه دكتور؟ يعني طبيا احنا جالسين نسمع كثير من الاخبار ونقرا كثير في السوشيال ميديا ولا نعرف وش صحتها، هل الوضع مسيطر عليه بشكل جيد؟ في انتشار مخيف الى حد فقدان السيطره كما نسمع احيانا، كيف تصف الوضع؟ طبعا بطبيعه الحال حتى في اخر احصائيه اليوم تجاوزت الحالات المصابه اقتربت من 100,000 حاله، حول 92,000، أكثر من 7,000 منهم بالعناية المركزة. الوفيات منذ بداية الأزمة وصلت حتى الآن إلى 8,000. بشكل عام يعني إلى الآن نقدر نقول أن الوضع بحمد الله يعني مسيطر عليه. جميل. ولكن يوجد بالفعل نقص، ما في شك يوجد نقص في الاستعدادات التي ممكن أن نواجه بها هذه الجائحة.